السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم معلومات معملية. إن شاء الله النهاردة هتكلم على الأجهزة اللي المفروض تتواجد في معمل الكيمياء، اللي هي أهم الأجهزة اللي لازم بتتكلم عليها لجنة الترخيص في معمل الكيمياء. أول جهاز عندنا جهاز الميكروسكوب، لازم يبقى كامل العدسات ويبقى في الأربع عدسات الأساسيين والعدسة العينية. الجهاز ده جهاز صيني 107. طبعا في اجهزه ميكروسكوبات اعلى من كده كتير كتير، زي الاولمباس، الزويس، وانواع كتيره، اللابوميد، بس يعني لو انت لسه فاتح جديد وجهاز 107 ده جهاز كويس، يعني صيني بس مستحمل معاك يقدر يشتغل. يبقى اول حاجه عندنا هنتكلم عليها اللي هو الميكروسكوب ده، ميكروسكوب 107، ده عدستين وده المسرح بتاعه وده الميكروسكوب. تاني حاجه هنتكلم عليها السنترفيوج، ده سنترفيوج 801، ده 6 عين، 6 عين في سنسور، يعني لو انت حضرتك شغال وفجأة اتفتح منك بجهاز بيوقف نفسه اوتوماتيك، في هنا ده تشغيل بتاعنا، التايمر بتاعنا 10 20 وساعة، وهنا اون واوف، وده الباور بتاعنا وده السرعات. يبقى ده السنترفيوج 6 عين، يبقى السنترفيوج 6 عين، وانا اتكلمت على الميكروسكوب. تالت حاجة بيسألوا عليها اللي هو الووتر باس. الووتر باس ده عشان التحضين بتاع العينات، وخصوصا الووتر باس بينفعك في فصل الشتاء. طيب ايه البديل الووتر باس؟ اللي هو فرن هوائي. طبعا الفرن الهوائي هيبقى ثمنه غالي، فانت حضرتك ممكن تتبدل عينه بدل الفرن الهوائي تستغنى عنه بالووتر باص. يبقى احنا كده ميكروسكوب والسنترفيوج والووتر باص. تالت جهاز جهاز الكيمياء، جهاز الكيمياء، ويكون يا ريت يكون جهاز حديث، يعني الكوفيت ما يكونش جهاز قديم وجهاز كوفيتا قديم، لا يكون جهاز حديث. حتى لو كوفيتا يكون جهاز حديث، مش الاجهزه بتاعت زمان اللي هي الفلاتر او الكلام ده كله، ممكن يعلقوا عليه في الترخيص. ده جهاز بايو ميد اللي هو كلينيكام 2 طبعا، وتوفر. بعد كده في الاوتوكلاف، بس الاوتوكلاف دلوقتي هو مش موجود عندي، في مكان تاني. يبقى احنا يبقى 3 حاجات احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو الاجهزة اللي هي الميكروسكوب وسنترفيوج والووتر باس وجهاز الكيمياء. طبعا التقفيل بيبقى تحت الحوض زي ما انتم شايفين كده، بيبقى الموتال ويبقى متقفل كامل، ويبقى في مكان للتهوية في المعمل. طيب هنا زي ما انتم شايفين في جبسون بورت، بس الارتفاع بتاعنا بيبقى 270، ممكن يتنازلوا عن 270 يبقى 265 بيسمح بيه هنا. والتلاجة بتاعتي ما تقلش عن 10 قدم، ويستحسن تبقى ببابين. يبقى دي الحاجات اللي هم بيعلقوا عليها في الترخيص تمام. ويبقى معاك كمان البيبتات اللي هي جاهزة للسحب، والبعض المستلزمات اللي هي بتاعة الكيمياء. يا رب أكون فدتكم في الفيديو ده بلي الأجهزة اللي ممكن تقدر تتواجد في معمل الكيمياء. ولو في أي تعليق ولا أي حاجة ابعتولي، وأنا بقدر الإمكان بحاول أرن على أعلق وأرد على التعليقات. وياريت تشتركوا في القناة لو أنتم شايفين المحتوى بتاعها مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.